إذا هو ستر العورة وشبع البطن وأمن في مكانك اللي عندك في بركة، لكن خايفين من الفقر وخايفين. وأكذب كذبة في الحياة كلمة تسمى المستقبل. أنا أمن مستقبل أبنائي. أدرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك. المستقبل فين؟ مستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. من قال لك أن المستقبل فوق الأرض؟ لأن المستقبل ما يستقبلك ولا تموت بعده، وما في نعمة إلا وتموت بعدها. أن المستقبل تتخرج، طيب تخرجنا، طيب وصلنا للتخرج، طيب المستقبل تتوظف، توظفنا، تتزوج، تزوجنا، تنجب، أنجبنا، وبعدين إلى النار أو إلى الموت. لا، المستقبل وهي الكذبة التي عذبت كثيرا من الآباء وعذبت كثير من الأبناء. مستقبل، لا أقول ضيع الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ادرس يا بني، تفوق يا بني، لكن أعظم أمنية يا بني لا أن أجتمع معك في شقة تجري تحتها المجاري، لا، في قصر في الجنة تجري تحته الأنهار. هذه التربية الحقيقية. ولذلك إذا جعل الإنسان الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. أحياناً قلوبنا متشتتة يا أخوان، السعادة بعيدة، خايف من كل شيء، وخايف على الأبناء، وخايف من المرض، وخايف من أيبولا، وخايف من إنفلونزا الخنازير، وخايف من يفصل من العمل، وخايف، وهو يصلي كل يوم ويقف إياك نعبد وإياك نستعين. أعطني أذن هذا، كذبت والله، لا عبدت ولا استعنت به. لو كان الاستعانة حقه والعبودية حقه ما يخشى عبد أن يضيع في رزقه في الدنيا، والذي خلقه أجرى عليه الرزق في رحم أمه 9 أشهر لا يدري أين هو. وقلت في محاضرة قديمة أعود، نحن أليس في بطوننا حفرة؟ الحفرة هذه اللي في بطني وبطنك، الحبل السري هذا، تذكرك أن الرزاق هو الله. ليه؟ لأن كان يرزقك معها، فلما انتهت 9 شهور قطعناها وربطناها، وفتح الله لك بدل طريق طريقين، حليب من ثدي من ثديين سقائين. اللي ما ضيعنا في حجور أمهاتنا وأرحام أمهاتنا يضيعنا لما أنشابت اللحى وكبرنا وخذنا ماجستير وما وثانوي ومتوسط. هذا أحبابي، إذا أنا ابتدأت أخلط بين الأسباب فاسمحوا لي، لكنه اندفاع لعله مبرر. السعادة، السعادة التي يبحث عنها هذا أليس البحر هذا؟ لو أي رأيت رجلا على شاطئ هذا البحر كورنيش الخبر ولابس إحرام يقول لبيك اللهم لبيك، وراكب مقارب ورايح شرق، وش تقول له يا شيخ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا الطريق لا يوصل إلى مكة، أتحرم وأنت على البحر؟ البحر هذا شرق ومكة غرب. قال الله قادر يجعل مكة شرق. نقول قادر بعد يعطيك عقل غير العقل اللي عندك، لأنه كان يبحث عن مكة في غير طريقها، مثل بعضنا الآن. أعطيك مثال، بعض أبنائنا ما يصلي الفجر جماعة، صح؟ صح، أعيدها، صح، مستقبلهم ضايع، لأنهم يخرجون في الصباح للمخلوق وغابوا عن الخالق. الرزاق من هو؟ مدير الشركة؟ الرزاق ذو القوة المتين هو العلام جل وعلا، الحكيم، القرز، الغفور، الرحيم، الملك. إذن إذا كنا نخاف على الاختبارات بعد 2 أسبوع، خايف على اختبار الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وما خفت على اختبار الله لعبده أن يقوم لصلاة الفجر، تربية. اسمح لي، أنا أب وعندي أبناء تخرجوا من الجامعة وعندي عيال توهم في أولى ابتدائي، يعني أب أتكلم بالأبوة، والله إنها تربية فاشلة وسعادة ضائعة. يوم نربي أبنائنا عشان ينجح في الرياضيات ويرسب في التوحيد. التوحيد خير من النوم. الله أكبر 4 مرات، أكبر يعني النوم أكبر، طامة وربي. ولذلك بعضنا عذب والده لما كبر. عذبك ليه؟ أنت قاعد تربيه للدنيا، أنت تعبده في الدنيا، أنت تعبده في الرياضيات والإنجليزي والفيزياء والحاسب، أنت ما كنت تعبده لرب العالمين. يا بني صل حتى تكون في ذمة الله فيعلمك ويوفقك ويفهمك. أليس المفهم هو الله؟ أليس المعلم أول معلم في الوجود هو الله؟ وعلم آدم الأسماء. أليس الله فهم سليمان وفهم إبراهيم؟ طيب من اللي فهم أبنائنا؟ ذكاء؟ بعض الأبناء حفظ حفظ حفظ، لما قبل التخرج ضرب عنده الميموري هنا وصار يهذي بما لا يدري وانتهى.
وبعضهم حفظ 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 وراح خذ بعثه وما رجع من البرازيل ولا من بلجيكا ولا هولندا ولا وخلى أبوه شايب يبكي يتمنى يراه بسكايبي ولا يكلمه. هذا تربية، هذه تربية مهترئة، أن نربيهم على أن السعادة فوق الأرض أو أن السعادة لا يملكها إلا ذكاؤه وحنكته وعلمه. ويل وترى أحبابي أحبابي إن أحد أسباب الشقاء في الحياة أن بعضنا مؤمن بأفكار خاطئة وبقواعد خاطئة في التربية وفي النظرة للحياة. الحبيب ماذا يقول؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام تعيسى، لاحظ تعيسى ضد التعاسة ضد إيش؟ ضد السعادة. قال تعيسى عبد الدينار، تعيسى يعني اللي إذا اجمع يا بابا اجمع وانا وهو يجمع وبيشتري شقة وحادث عند التقاطع مات. العجيب لما مات الميت الله ما سأل عن كل اللي كان يشتغل من 60 سنة، سأل من ربك باختصار، هل الله في قلبك؟ هل كان عظيما؟ هل أنت تحبه؟ ترى بعض أحبابي بعضنا ما يربي نفسه ولا ذريته على حب الله، يحب الريال يحب الجاكيت يحب الكرافطة يحب الثوب يفصل مدري وش. قال تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس ولا شيك، وإذا شيك فلا انتقش، عاجز شقي. خرجت يوما لعملي في الرياض وأنا أعمل في وسط الرياض، فقلت أختبر اختبار، ألتفت على الناس في السيارات وموقفين عند الإشارات وها، وبيني وبين عملي ساعة كاملة من بيتي إلى الوزارة، وزارة التربية. فلما أن أتلفت يميني ما وجدت أحدا مبتسما، كلهم مكشرين. فلما وصلت آخر إشارة قلت أعوذ بالناس، الناس مكشرين ليه؟ نزلت المظلة شفت المراية أنا مكشر كلنا خربانة معنا. فقلت لماذا رحلت الطمأنينة والابتسامة والرضا من وجوه كثير من الناس؟ يا أحبابي بعضنا لو ياخذ قلم ورقة يحسب الأيام التي سعد فيها وانشرح، والله 60 سنة ما تقدر تطلع 10 أيام، 10 أيام ما تطلعها كاملة، والله مصيبة. طيب أنت مخلوق لمن؟ كلنا شغ يسب الدنيا والناس. طيب الدنيا كما قال الشاعر بالله عليك الدنيا لمن؟ أنت زعلان عليها ليه؟ هي لك، لماذا لم تسعد؟ انظر في صفحة حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا أخي سعداء، يا أخي 3 أشهر ما يأكلون إلا تمرا وسعداء. محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار يملك قميص واحد. وفي حديث حسن لما علم أن بزازا من الصحابة أتى بقمص من الشام يتاجر بين مكة والشام، قالت عائشة لو أرسلنا له يا رسول الله نشتري لك قميصين، قال من أين؟ من وين يا عائشة؟